ألقى وزير الخارجية رئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 سامح شكري كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ لحشد التمويل والاستثمارات لتعزيز عمل المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ركزت كلمة وزير الخارجية على أهمية دفع العمل الجماعي لأجندة المناخ وتحويل الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مع أهمية دعم التعاون ما بين اللجان الإقليمية الخمس بالأمم المتحدة والرئاسة المصرية للمؤتمر. كما استعرضت الكلمة كذلك استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ في نوفمبر القادم في شرم الشيخ ورؤيتها إزاء أهم القضايا المطروحة على أجندته. Vision is that COP27 reflects our commitment to move from